عايش ماشي عادي اندبندنت فروم جوجل ولكن تحت الفاظ ويزاوت سبيندينغ لوت اوف ماني. ما يميز هذا البرنامج هو انه تم بشراكه مع جوجل اكسلراتور. اليوم شركه ناشئه اللي تشارك في هذا البرنامج السريع سيكون لها الفرصه الثمينه والفريده انها تتكون من طرف اطارات من شركه جوجل انها تتعلم التكنولوجيا من طرف اصحاب شركه ناشئه في لديها مستوى عالمي. البرنامج هذا اليوم يشمل عدد من شركات الناشئة 14 شركة ناشئة من جو من عدة ولايات من الوطن. الآن احنا موجودين في الواقع وحابين كيف نساعد كل شركة ناشئة وكل المطورين والطلبة كذلك. فاحنا إذا شفنا في العامين الآخرين في الجزائر فقط دربنا حوالي 100,000 مطور وطالب جزائري على آخر تكنولوجيا، على آخر تقنيات، من الذكاء الآلة إلى السحابيات إلى الأندرويد. والهدف الآن أنه كيف نساعد شركات ناشئة، نعطي لهم تفكير لبرمج. جوجل لما بدأت عندها 20 سنة بدأت كشركة ناشئة، حاولين كيف نمرر هذه التجربة لهذه الشركات. حاول نجلب ونستقطب كل مؤسسات ناشئة من كامل أقطار الوطن، وراح تكون فيه دفعة ثانية يعني عن قريب جدا، راح يكون فيه دفعات حتى لآخر السنة باش نحاول نغطي أكبر عدد ممكن. يعني إن شاء الله هدفنا أن نصل إلى 100 مؤسسة ناشئة مسرعة قبل آخر السنة إن شاء الله.